تعالوا نشوف تقرير عن صراع الهبوط في الدوري المصري واللي حصل في الأيام الأخيرة، بعدها نرجع نكمل كلامنا. نجح علاء عبد العال في صناعة المعجزة والإبقاء على الداخلية في الدوري المصري الممتاز بعدما كانت آماله ضئيلة، بل اعتبره البعض ضمن عداد الهابطين إلى الدرجة الثانية قبل أن يحول المدرب القدير الدفة لصالحه. وصل عبد العال إلى نادي الداخلية وهو في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية الدوري الأول، لينجح في الدور الثاني في جمع 22 نقطة ويحارب حتى النفس الأخير في صراع الهبوط وينجح في خلق المعجزة التي استبعدها الجميع وأبقى على فريقه في الدور المصري الممتاز. إنجاز كبير حققه علاء عبد العال مع الداخلية بعدما حوله من فريق ينتظر هبوطه بفارغ الصبر إلى الناجي من دوامة الهبوط، والتي أودت بفريقين جماهيريين بدأ الموسم بشكل ممتاز لكن ختامه كان أسوأ طريقة ممكنة. وعلى الجانب الآخر من الإنجاز الكبير لعلاء عبد العال مع الداخلية كان السقوط المدوي للعريقين غزل المحلة وأسوان إلى دور القسم الثاني، وهو عكس ما قام به فريق الداخلية تماما بعد نصف أول من موسم ممتاز للثنائي. كانت النهاية أشبه بالكابوس. غزل المحلة بدأ موسمه بأفضل طريقة ممكنة أشبه بالخيال تحت قيادة بابا فاسيليو، لكن بسبب الإمكانيات المادية والعروض الكبيرة رحل المدرب القبرصي عن الفلاحين ليدخل الفريق في دوامة لم يتمكن من الخروج منها حتى وجد نفسه في دور القسم الثاني. الداخلية منح غزل المحلة هدية لا ترد في الجولة الأخيرة وعطل أسوان الذي كان يتفوق بفارق الأهداف، لكن الصاعقة على جماهير الفلاحين كانت أن الفريق لم يستطع الفوز حتى على الهابط حرس الحدود، بل لم يكتفي بالتعادل وسقط في فخ الخسارة لينتهي الموسم بطريقة كارثية بعد بداية رائعة. أسوان حاله لم يختلف كثيرا عن غزل المحلة، فبعد وصول أيمن الرمادي لتدريب الفريق تحول أداء الفريق وقدم أداء رائعا وحقق نتائج ممتازة ليتعامل معه الكثيرون أنه ضمن البقاء في الدوري وبعيد تماما عن صراع الهبوط، لكن يتراجع المستوى بشكل مرعب رويدا رويدا ليجد نفسه على حافة الهبوط. دخل أسوان الجولة الأخيرة ومصيره في يده على أرضه ووسط جماهيره أمام منافس مباشر له على الهبوط، لكن أبناء الجنوب لم يتمكنوا من إنقاذ موسمهم واستغلال عاملي الأرض والجمهور، بل خسروا بنهاية درامية بعدما قاموا بريمونتادا غير مكتملة بالعودة من التأخر بهدفين إلى التعادل قبل أن يستقبلوا هدفين آخرين لينتهي اللقاء بهزيمتهم بأربعة أهداف لهدفين. القائم وقف في وجه أحلام أبناء الجنوب في مناسبتين، والحظ أعطى ظهره لكتيبة أيمن الرمادي في وقت الحسم لتكون النهاية الحزينة لفريق أسوان، ويعود أدراجه سريعا إلى القسم الثاني بعد موسم فقط في صعود إلى الدوري الممتاز، وتنتهي المغامرة سريعا لتصبح حصيلة الجولة الأخيرة والتي كانت مليئة بالتقلبات والإثارة، فقدان ناديين جماهيريين جديدين إلى القسم الثاني، ونتمنى ألا يندثروا كغيرهم في المواسم القادمة، لكنها أنتجت بطلا صنع المعجزة وحول فريقه من فريق منتظر هبوطه بفارغ الصبر إلى فريق ناج من الهبوط.